الموقع الأزرق أو الفيسبوك، أكثر مواقع التواصل الاجتماعي اللي نالت شهرة واسعة عبر أنحاء العالم، بيحتفل اليوم بذكرى انطلاقه شعبياً، وأصبح من خلال هالانطلاقة جزء من حياتنا اليومية، لدرجة أنه غالبية الناس ما بيقدروا يتصوروا حياتهم من غير الفيسبوك. كاميرا الإخبارية السورية رصدت آراء الشارع السوري حول أهمية وجود هالموقع بحياتنا. أنا بالنسبة لي بعتبره يعني منبر لطرح آراء، منبر للنقاش، تقريب العالم من بعضها، خاصة بهالفترة المسافرين، الرفقات، الأهل، القرايب. أكيد مهم، يعني بتعرفي أخبار العالم، أخبار البلد تبعنا، بتتعرفي يعني على شغلات كتيرة ما بتعرفيها بالحياة العادية. الشيء الوحيد اللي عم يسلينا ويعبي أوقاتنا كلياتها شغل، دعايات، قصص، صفيان، يعني أهم شيء بالحياة البني آدم. شيء كتير ظريف الفيس يعني، ومستحيل نستغني عنه وإلى أي شيء، يعني موقع كتير رئيسي. 50% من حياتي، مو أكتر يعني، عادي. لأنه هلا بس إنه شو أساس الجامعة صار يحطون عليه إنه علامات وهيك شغلات. مهم لدرجة معينة، مو دائما يعني، أوقات الفراغ مو أكتر. فيه كتير خيارات يعني، إنه كل شيء بتلاقي فيه، شو بدك بتلاقي، هاي الفكرة يعني. إنه أغلب المواقع الباقية ما فيها شيء يعني، ممكن مو مثله يعني، أغلب العالم بتستعمله له يعني. العالم سافرت والعالم كلها برا، فإنه التواصل الاجتماعي كله صار بالفيس والواتس وكذا هالقصص يعني. الارتباط بهذا الموقع الافتراضي المسيطر على العالم الواقعي، كيف بيشوفوا الناس وهل قدروا يستغنوا عنه؟ هلا اذا بدنا نجي الواقع، العالم بلا فيسبوك كمان ما له بشع يعني. نرجع لايام زمان، الورق والمسجات على الموبايل العاديه كمان شيء حلو يعني. لا لا، مستحيل مستحيل مستحيل، ما فيني ابدا، ما فيني الغي صفحه الفيس ابدا ابدا، وضروريه كثير كثير كثير. بعيش بلا فيس، شو مثل ما كنت عايش بدونه. صعب شوي، هو صعب يعني، ما بيلتغى، انه صار جزء من الحياه يعني. انا عادي ما عندي مشكله اذا انقطع او لا. صعب الغي انه صفحتي على الفيسبوك، لانه يعني صار جزء من حياتنا كلنا، ويعني شيء مستحيل حاليا. لا بشوفه بعدين. اختلفت الاراء حول وجود الموقع الازرق واهميته بحياتنا، ليحتل المركز الثالث بعد موقع جوجل ومايكروسوفت، وبيبلغ عدد المشتركين اكثر من 800 مليون شخص. وبيبقى السؤال اليوم، هل فيسبوك هو ممكن يبعد القريب؟ كل عام والفيسبوكيين بألف خير.